حضراتكم فاكرين مبادرة السيارات اللي حصلت قبل كده للعاملين في الخارج، وطبعا يعني نستطيع أن نقول أنها كانت تجربة أولى ولم تحقق الاستفادة المثلى لا للدولة ولا للمصريين في الخارج بشكل كبير. يعني كانت التوقعات أكتر من كده، كان المأمول أكتر من كده. الآن الكلام على أنه هيكون في المبادرة هتبتدي تاني من أول وجديد. نرجو ببساطة شديدة أنه الحاجات اللي كانت معوقة للمبادرة المرة اللي فاتت ما تبقاش موجودة المرة دي، وأظن المسؤولين عرفوا إيه الحكاية وإيه الموضوع. أكتر حاجة كانت عاملة مشكلة حكاية بلد المنشأ، إنك تجيب العربية منين والعربية لازم تبقى طالعة منين، دي عجزت ناس كتير. وأيضا إنه كان في تأخير في بعض الإجراءات، في تأخير في تسليم السيارات، كل هذه الأشياء. معانا الأستاذ أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجار السيارات، وحنشوف رأيه إيه في المرحلة الثانية من مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج. اتفضل يا فندم. مساء الخير عمرو بيه على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. يعني سامعين ان المبادرة هيتم تفعيلها مرة اخرى، ايه ملاحظاتكم ونقدر نعمل ايه عشان المبادرة دي تبقى يعني ناجحة 100% بقى المرة دي؟ الملاحظات هنقولها من المرة اللي فاتت، ان احنا المرة اللي فاتت كان لنا عدة طلبات وعدة تعديلات وتم الاستجابة لجزء منها. بذكر حضرتك يمكن كنا في مداخلة مع حضرتك ان كان شرط الثلاث شهور المسبوقة لإيداع المبلغ يكون موجود في حساب الشخص المستفيد، ده كان شرط صعب جدا جدا وما كانش متوفر، لان كما تعلم كل المغتربين بمجرد ما بيقبض فلوسه بيحولها، يدفع اقساط، يدفع اقساط شقه، يشتري والى اخره، ما حدش بيحط فلوسه هناك. فده كان احد الشروط المكحفه اللي تسببت في تاخير نجاح المبادره. الشرط الثاني ان احنا طبعا عارف حضرتك ان احنا موقعين على عده اتفاقيات زي اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية واتفاقيات مصر مع انجلترا، عدة اتفاقيات. فأصبح النهاردة الناس مثلا اللي موجود في الاتحاد الأوروبي بيحصل على زيرو جمارك، في حين اللي موجود في الخليج اللي هو أصلا طالب المبادرة وهو اللي طالب الاستفادة من هذه المبادرة ما بياخدهاش للأسف. تم التعديل على عدة مراحل، أول مرة تخفيض 30% ثم 50% ثم أخيرا في شكله الأخير 70%. كل ده عمر بيستهلك وقت، كل ده استهلك تأجيل القرار. الحاجة الثالثة والأخيرة والأهم جدا، المنظومة المنصة اللي كان بيتم تسجيل عليها لم تكن بالقدر الكافي تقنيا، لم تكن بالقدر الكافي اللي ممكن المستفيدين يقدروا ان هم يسجلوا كافة البيانات اللي يقدروا ان هم يستفيدوا من المبادرة. عربيات مش موجودة، طريقة الحساب مختلفة ولا آخره. كل هذه المعوقات لن تكون في المرحلة الثانية اللي احنا طالبنا ان لازم تكون في مرحلة ثانية، لان النجاح المرة اللي فاتت نجاح محدود، تم تحقيق ما. طب حكاية بلد المنشأ دي انتوا عايزين تحلوها ازاي؟ اوضحها لها معاليك حالا. اتفضل. الاول تم النجاح نجاح محدود وهو 865 مليون دولار، ونتوقع ان شاء الله المبادرة الحالية لن يقل نجاحها بإذن الله عن ما يعادل 3 مليار دولار. نقطة مهمة جدا إن شاء الله، ده الحد الأدنى عمرو بيه، احنا عندنا 14 مليون مغترب بره، 14 مليون مغترب وده رقم كبير جدا. نقطة مهمة جدا وملحوظة أحب أقولها من منبر حضرتك، وده كان سبب إن ناس كتير برضه لم تستفيد من المبادرة. عايزين نفرق ما بين بلد المنشأ وبلد الإقامة. يعني إيه؟ يعني الناس النهارده وهي بتسجل على المنظومه، حضرتك موجود في السعوديه فبتسجل على المنظومه، بلد الاقامه هنا السعوديه، حضرتك هتدفع 30% فقط، يعني هتحصل على تخفيض 70%. حضرتك اشحن العربيه من اي مكان موجوده فيه، يعني حضرتك سعرها رخيص في المانيا فاشتريها من المانيا، في هولندا فاشتريها. هتفرق معاك ايه؟ هتفرق كتير جدا يا عمرو بيه. لا اقصد مع الدوله، يعني هتفرق معاك ايه؟ مع الدولة مش تفرق حاجة خالص، بس ده تيسير مهم جدا. ليه يا عمرو بيه؟ لأن النهاردة لما تحسب نفس العربية دي في السعودية تلاقي سعرها غالي، لما أحسب سعرها في السعودية
وان انا هركن الفلوس 5 سنين وبعد كده هاخدهم بما يعادل قيمتهم بالدولار وقتها، هتلاقي القرار متذبذب. ولكن لما احسب نفس العربيه ان انا هجيبها من المانيا او هولندا او ايطاليا، هلاقي ان السعر مختلف جدا جدا، وده حافز قوي جدا ان احنا نقدر ان احنا فعلا نستفيد من هذه المبادره. فلو تمت بهذه الكيفيه ان شاء الله اعتقد ان الموضوع هيبقى مختلف تماما. اكيد. الاستاذ اسامه ابو المجد رئيس شعبه تجار السيارات، بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي